اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو تخطيط الجوده او الكواليتي بلاننج. للاسف في مشكله بتحصل في معظم المؤسسات سواء كانت مؤسسات صناعيه او خدميه، وهي ان هم بيصمموا منتج جديد بمواصفات جديده ويقولوا المبيعات بعوه والمبيعات ما بتعرفش تبيعه وبيبقى منتج راكد في المخازن. نفس الحكايه بالنسبه للخدمات، ممكن بنك ينزل خدمه جديده شهاده ادخاريه مثلا بمواصفات جديده ويفوجئ ان هي ما بتتباعش، العملاء ما بيشتروهاش، ما فيش اقبال عليها. بسبب ايه؟ المشكله دي بتحصل بسبب عدم اتباع المؤسسات ديت لخطوات الصحيحه للكواليتي بلاننج او تخطيط الجوده. طب علشان يمشوا على خطوات تخطيط الجوده، طبعا دي خطوات مطوله، لكن ملخصها عباره عن ايه؟ عشان اعمل تخطيط للجوده بروح الاول للعميل او للعملاء المستهدفين من المنتج الجديد او المنتج الجديد والخدمه الجديده. انا بستهدف مين في السوق في الماركت، بروح لهم بعرف ايه طلباتهم احتياجاتهم، وبعدين برجع بالراجع للمصممين اللي في الشركه او اللي في المؤسسه، اقول لهم ايه الاحتياجات ديت عشان هم يترجموها لمواصفات فنيه للمنتج اللي هم عاوزين يعملوه او الخدمه، وبالتالي المنتج ده بينزل وبينتج وبيباع في الاخر، والخدمه دي بتنفذ على ارض الواقع وبتتباع في الاخر. ليه؟ لان هي اتصممت اساسا بناء على طلبات العميل وبناء على احتياجات العميل، فبالتالي بضمن ان هي هتتباع في الاخر. شكرا.